السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة تعليم الـ React JS. سنتابع حديثنا عن الفورمز، وفي هذا الدرس نتحدث عن الـ Select. ففي الـ React بإمكاننا التعامل مع الـ Select بشكل مشابه للطريقة التي نتعامل فيها مع الـ Select في الـ HTML. فسنقوم بكتابة Select slash Select ونقوم بكتابة الـ Options. مثلا هنا لدينا Options option value مثلا 1 ومثلا باسم 1، وأيضا لدينا 2 و 2 بهذه الطريقة. الآن في حال انتقلنا للمتصفح نلاحظ إذن نلاحظ أنه لدينا مشكلة هنا، كان على كتابة option بدلا من options. ففي حال الآن نلاحظ إذن يعمل بشكل ناجح. الآن في حال أردنا إسناد قيمة لـ select فبإمكاننا إسنادها بهذه الطريقة. نقوم هنا بكتابة value و نقوم بكتابة this.state dot مثلا select val على سبيل المثال، وسأقوم بوضعه هنا في الـ State ووضع القيمة 2 بداخله. الآن في حال انتقلنا للمتصفح نلاحظ أن 2 هي الخيار الذي تم وضع Active عليه. وأيضا في حال أردنا عمل Handling لـ Change فبطريقة مشابهة لما فعلناه مع الـ Input و Text Area ممكن أن نقوم بكتابة set مثلا select value ونكتب هنا إذا select value، ولدينا هنا select value يساوي event dot target dot value. الآن في حال انتقلنا إلى React Developer Tools ونشاهد لدينا هنا ال value موجودة هنا. في حال اخترنا 1 نلاحظ أصبحت 1. إذن هذه طريقة التعامل مع الـ select. طبعا في الوضع العادي كنا نضع selected هنا على القيمة التي تم اختيارها، لكن هنا مع React JS لا يوجد داعي، والبديل أن نضع value هنا. طبعا هذه الطريقة أسهل للتعامل. وبهذا الشكل إذن نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.